واحنا مش بمعزل بقى عن الحواديت اللي حوالينا، واحنا دلوقتي في زمن الثانويه العامه او في وقت الثانويه العامه. النهارده اخواتنا برضو في الثانويه العامه، حابين نقول لهم ربنا معاكم. مشوار بقى، مشوار الثانويه العامه مشوار طويل جدا. طبعا الامتحانات هتمتد معاهم لبعد عيد الاضحى، وربنا يكرمهم ان شاء الله تكون ضربه البدايه بالنسبه لهم. عندهم ماده الدين وعندهم التربيه الوطنيه، فربنا يوفقهم ويكرمهم ويفتحها في وشهم كده. وندعي لهم كل الدعوات، وكل الناس اللي قدامنا تدعي لكل الناس اللي في الثانويه العامه، ونفسنا كده كل الناس تحقق اللي هي عايزاه، وان شاء الله باذن الله باجتهادهم ونجاحهم ده ينفعوا اهلهم، ينفعوا بلدهم في المستقبل باذن الله. وخلي بالك السنه دي في نظام الثانويه العامه مختلف نوعا ما، ولكن احنا شايفين ان الثانويه العامه دايما بيفضل يحصل فيها بعض التغييرات او الامتحانات بتتغير فيها لحد ما بيستقروا على شيء معين. ولكن الثانويه العامه في حد ذاتها هي بعبع. الناس في البيوت يقول لك ده لهوي، ده داخل على الثانويه، فده كده داخل على كارثه، داخل على بعبع، فشيء مخيف جدا الثانويه. فاحنا حابين نقول للناس لا، هو مش نهايه العالم على فكره. يعني الثانويه العامه دي ما بتبقاش نهايه العالم، وياما ناس فكروا ان هم يدرسوا حاجه وتلاقي ربنا كرمهم ورتب لهم حاجه تانية خالص وبيدرسوها وبيقوموا شغالين في مجال تالت. هي ملهاش ملكه، فهي مش نهايه الكون، مش هي اللي بتبين قد ايه الانسان ده شاطر او الانسان ده بيفهم او الانسان ده ناجح او فاشل. لا، هي القصه كلها نصيب. انت بتجتهد، ربنا بيكرمك، بتخش كليه معينه، انت عندك بقى ميولك ايه، رغباتك ايه، بتحب ايه، نفسك تشتغل في انهي مجال. الكلام ده بعيد تماما طبعا عن قصه الكليات القمه في العلوم بقى والطب والصيدله والحاجات دي كلها، لا ملهاش علاقه باللي احنا بنحكي فيه. يعني في بعض الناس مفيش حد يعني، على فكره هي في نماذج، خلي بالك، دكاتره ولعب كوره، صيادله وشغالين محللين وشغالين مذيعين. يعني انا اعرف ناس كتير جدا شغالين كده. فهي الحدوته مش بتبقى نهايه العالم، فاحنا عايزين برضو ايه الناس تبقى مستوعبه ده، ويعني يتقبلوا ولادهم بنتائجهم، يدعموهم. الحدوته دي كلها بتفرق جدا نفسيا بقى مع الشخص ده انه يكمل. لو حس ان هو الثانويه العامه دي هي نهايه العالم، وانا لو ما نجحش فيها او ما حققتش فيها رقم كويس، انا كده خلاص هتنفي، انا كده خلاص مش هحقق حاجه في حياتي. لا، هي خطوه وهي مرحله، مرحله مهمه جدا، ولكن هي مش اخر مرحله.